أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في البصائر، الصراع على المشاريع في البصرة يتلفها والضحية سكان المحافظة. في عربي 21، واشنطن وموسكو تنسحبان رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. في المدى، التخطيط تطلب ملياري دولار وثلاثين ألف موظف لإجراء التعداد السكاني. في كتابات، مجلس النواب يعترف تم اختراق أجهزتنا الأمنية من قبل إسرائيل وأمريكا. في الزمان، ضعف خدمات الإنترنت استخفاف بالمشتركين. في العربي الجديد، تعديلات مرتقبة بالحكومة العراقية فرصة لعبد المهدي لاستمالة الخصوم. وفي العرب اللندنية، نور المالكي يلوذ بخندقه الطائفي استعدادا لمواجهة العقوبات الأمريكية. من العناوين التي اخترناها لكم ننتقل إلى المقالات، والبداية بهذا المقال وفي مستهله تحت عنوان نوري المالكي يلوذ بخندقه الطائفي استعدادا لمواجهة العقوبات الأمريكية. نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا جاء فيه: لا يبدو من الصدفة أن يبادر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في هذا التوقيت بالذات إلى افتعال ضجة حول افتتاح دورة رياضية يوجد إجماع واسع على خلوها من أي مظاهر مخلة بالدين والأخلاق. فالرجل الذي خرج من رئاسة الحكومة وانقسم حزبه مهدد بالمحاسبة على الكوارث التي خلفتها فترة حكمه، ولا يجد أمامه من سبيل سوى محاولة الاحتماء بمتاريس الدين والطائفية. طالب المالكي في بيانه بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومن يقف خلف هذا التجاوز الفاضح على حرمة المدينة المقدسة، سواء كانت الحكومة المحلية أو وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد العراقي لكرة القدم، لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مجدداً. وتسابقت حركات متشددة وميليشيات مسلحة للمزايدة على موقف المالكي من حفل الافتتاح، مخافة أن يستأثر بالغيرة على المقدسات التي لطالما اتخذتها تلك الجهات وسيلة لدغدغة العواطف واستمالة الجمهور. إثم الحفل الغنائي بكربلاء بسيط جدا مقارنة بأثام المالكي، ولم تغب عن منتقدي موقف المالكي رغبته في توظيف العوامل الدينية والطائفية لأغراض سياسية، كما لم يغفل هؤلاء عن طبيعة الظرف العسير الذي يمر به زعيم حزب الدعوة. واعتبر الكاتب العراقي رشيد الخيون أن مثل المالكي لا يفهم أن الصراع بين التدين الهابط والمدنية جار، وأن منزلة المدينة هتكت من قبل الأحزاب الدينية قبل غيرها بالاغتيالات وسوء الخدمات، فإثم الحفل الغنائي بكربلاء الذي أثار حمية المالكي بسيط جدا مقابلة بآثامه وآثام حزبه بحق العراق والعراقيين. ويخشى رئيس الوزراء العراقي الأسبق الذي يتزعم كتلة تضم 25 نائبا في البرلمان العراقي ظهور اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية التي شملت مؤخرا 4 شخصيات عراقية لصلاتها المشبوهة بالنفوذ الإيراني في البلاد وتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان وضلوعها في قضايا فساد. ويجمع مراقبون على أن المالكي يمكن أن يدان بطيف واسع من القضايا، ويتهم المالكي باستخدام نفوذ الدولة لملاحقة خصومه السياسيين من الشيعة والسنة والأكراد، كما يتهم بالمسؤولية عن اختفاء عوائد بيع نفط البلاد والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات خلال أعوام ولايته الثمانية. الآن إلى مقال منشور في كتابات، وفيه: لقد طالت كثيرا معاناة المعتصمين أمام وزارتي التعليم والنفط، إذ لم يستطع المسؤولون إيجاد فرص عمل للتعيين أو الوفاء بالوعود حين يتم توافر الدرجات الوظيفية في المستقبل القريب. صعبة للغاية أن يقف العشرات من أصحاب الشهادات الجامعية
وهم يطالبون بالتعيينات أسوة بأقرانهم الذين اعتصموا وحصلوا على درجات وظيفية وعينوا من قبل وزارة النفط ووزارات أخرى. مقال للكاتب زهير الفتلاوي في موقع كتابات. وجود صعوبات تقف أمام حل أزمة البطالة وتعليمات تعين الخريجين بوجود 4 ملايين موظف و3 ملايين من المتقاعدين ومثلهم من المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتخصيصات الموازنة السنوية تذهب للرواتب التي تعتمد على 93% من إيرادات النفط، مع وجود قوانين شرعت بعد العام 2003 منحت امتيازات لفئات وقع الظلم عليها سابقا تمتد ل30 سنة قادمة، تستنزف أموالا طائلة لم تترك المال بالميزانية. هناك شركات كثيرة وكبيرة لدى وزارة النفط، وممكن الاستيعاب والتعيين من خلال حركة الملاك والحث والاستحداث، وليس من المقبول أن يقف هؤلاء النساء ورجال في ظل أجواء الحر اللاهب ويتعرضون للإهانة وحوادث الدهس المفبركة من أجل فك الاعتصام، بينما الساسة يتمتعون في المناصب لهم مسلفنة وجاهزة، ويخرج أحدهم من الوزارة ثم يتحول إلى السفارة، ويخرج من الوزارة يظهر في البرلمان، وإذا خرج في البرلمان أو من البرلمان يصبح كبير المستشارين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان. أصبح من الضروري الالتفات إلى معاناة المتظاهرين والمعتصمين لجميع محافظات البلاد وخاصة وزارتي التعليم والنفط، وهذا الموضوع يخص حتى الرئاسات الثلاث. السيد وزير النفط وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة يلتقي أسبوعياً برئيس الوزراء وفي مجلس النواب، وتقع عليه مسؤولية كبيرة، ربما يقترح على رئيس الوزراء الحلول المناسبة من خلال التعيين في بقية الوزارات والهيئات ولو بعقود حتى يتم توفير بقية الدرجات الوظيفية لهم. المعتصمون هم ذو اختصاصات علمية وأصحاب شهادات عليا، وممكن الاستفادة منهم بشتى المجالات، يقول الكاتب. واتسعت الاعتصامات والاحتجاجات على استمرار سياسات الحكومة بالتقيد بفتح التعيينات وفقدان الأمل للخريجين والشباب بإيجاد فرص عمل تنقذهم من صعوبة الحياة وتوفر العيش البسيط، ولا حلول جذرية، والعمل بالترقيعات والمحسوبية والحزبية. وأصبحت بغداد بوابة لنصب الخيام والسرادق والجلوس على الأرض أمام مقر رئاسة الوزراء ووزارات النفط والكهرباء. في صحيفة الزمان كتب الإعلامي نهاد نجيب مقالا تناول ثقافة بعض من السياسيين والبرلمانيين والمسؤولين، فهناك التخلف الثقافي والسياسي عندهم، حيث يطيلون علينا عبر البرامج التلفزيونية وهم لا يتقنون الكلام ويجهلون مفاهيم العلوم بحسب ما كتب الكاتب. في الفترة ما بعد العام 2003 انتشر الحالمون الهائمون وأصحاب الصناعة والتزويق حتى طغوا على مستغل مرحلة الاحتلال، وكادوا يطفئون أكثر من مصباح أضاء وسط عتمة لعفنهم، حتى بات كل رمز من رموز الإبداع بدعة بينهم ينبغي أن يحاربوه بسلاح الجهل والادعاء والغرور الكاذب، والذي يساندهم فيه رأي عام لم يمرن بعد على الحس والتذوق السليمين. وشأن هؤلاء الذين طغوا على مرافق الحياة كافة بعيدين عن مفهوم الالتزام الحياتي والخلقي الإنساني. والموقف الخلقي هنا هو موقف مبدأ لا موقف عظة أو حكمة أو استهواء لعواطف الناس بادعاء بطولات زائفة. ولا نعرف كيف نتصدى لهؤلاء الطغمة الفاسدة، هل بالسخرية مرة وبالرثاء مرات أم بالتعرية الكاملة دائما؟ فليس من المعقول أن تظل ما تسمى العملية السياسية أن تفرض وجودها وكيانها على رسالة الفكر والمبدأ، وليس من الإنصاف بعد كل هذه العقود التي مر بها المجتمع العراقي فتخلف وانهار وركع تحت تأثير المزيفين والمهاترين وأصحاب العقول المريضة من أشباه السياسيين، أن يظل هذا هو مفهوم السياسة وأن تظل هذه هي رسالة السياسي اليوم.
يتابع نهاد نجيب: لقد استطاعت العملية السياسية المرتبطة بالسلطة أن تفرض مفاهيم خاطئة سادت منذ وقع الحكم تحت سطوتها، وظلت تتحكم بمقاييسها ومعاييرها المذهبية تارة والطائفية تارة أخرى، حتى شوهت وجه علم السياسة وأخفت الجواهر من تراثنا الفكري والدبلوماسي، وأفرزت مجموعة من الانعكاسات الكاذبة التي لا تكشف عن جوهر الشعب العراقي الأصيل. إلى تقرير منشور في صحيفة العربي الجديد وفي مستهله جاء: تتجه الشرطة العراقية في محافظة البصرة جنوبي العراق إلى تطبيق حظر كامل على السيارات التي تضع لاصقاً يحجب الرؤية عن زجاجها أو تلك التي تخفي ملامحها الرئيسة ولوحات تسجيلها، حتى وإن كانت تخص مسؤولين وأعضاء البرلمان. تقرير لصحيفة العربي الجديد حول الانفلات الأمني في البصرة. ووفقا لتقارير الأمن، فإن الجرائم الأخيرة التي نفذت في المحافظة الغنية بالنفط والمطلة على مياه الخليج العربي نفذت بسيارات مضللة، إذ باتت رؤية تلك السيارات مبعث قلق، وخاصة في حال تردد مرورها من منطقة سكنية أو تجارية. وعادة تشترك فصائل مسلحة وميليشيات مختلفة في سياقة هذا النوع من السيارات، إذ لم يعد مقتصرا على المسؤولين المحليين أو قادة الأمن وأعضاء البرلمان. عمليات اختطاف واغتيال واعتداء وسطو مسلح، كلها تهم تلاحق سائقي السيارات المضللة في البصرة، بشكل دفع الشرطة وقوات الجيش إلى إعادة تفعيل قرار سابق بمنع تجولها واحتجاز من تشاهد داخل شوارع البصرة. وبحسب مسؤول في جهاز شرطة المحافظة، فإن البصرة سجلت أخيرا أعمال عنف متفرقة، كان آخرها الأربعاء الذي شهد مقتل عائلة من 5 أفراد، مبينا أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مضللة هاجموا سيارة تستقلها العائلة المكونة من الأب والأم وأبنائهم 3، ما أسفر عن مقتلهم في الحال، بينما استطاع المسلحون الهرب. وأشار تقرير العربي الجديد إلى أن حوادث العنف سجلت أخيرا ارتفاعا ملحوظا، وتسببت بحالة قلق ورعب لدى الأهالي الذين يطالبون باتخاذ إجراءات مشددة لحمايتهم من الجهات العابثة بالأمن. والسيارات المضللة ترتكب جرائم من خلالها، والشرطة والمواطنون يعجزون عن تحديد هوية من في السيارة أو حتى لوحة تسجيلها. لذا فإن القضاء على هذا النوع مهم، والأهم محاسبة ومنع محل زينة السيارات من وضع المواد المعتمة للرؤية. الآن نذهب بكم إلى صحيفة القدس العربي، وفي مقال منشور فيها جاء في مستهله: يعيش لبنان منذ بداية تشكله الحديث في القرن 19 يعيش قلقا ديموغرافيا يكاد يتحول إلى حالة من الرعب بين الفينة والأخرى، وهذه الفينة عادة ما تكون تصاعدا في صراعات إقليمية. يجد دائما في لبنان أرضا مناسبة وبيئة خصبة لفكرة الصراع وحتى الحرب بالوكالة عن الفلسطينيين في لبنان، كتب سامح المحاريق في صحيفة القدس العربي. لا يمكن أن ينعزل اللاجئ الفلسطيني عن مشاكل لبنان، فهو بطبيعة الحال يستفيد من رواج لبنان ويدفع ثمن تراجعه، وهذه التأرجحات اعتادها اللاجئون الفلسطينيون. إلا أن مصدر القلق حالياً الذي يتصاعد في جموع الفلسطينيين داخل لبنان وخارجها يتمثل في أن يصبح الحلقة الأضعف في لعبة السياسة اللبنانية والتسابق على تحقيق مكتسبات بين لاعبي السياسة اللبنانية، بل إقحامهم داخل صراعات الطوائف القائمة، وتجاهل حقيقة مفادها أنه لا توجد كتلة سكانية تشكل مخاطر صافية، فجميع هذه التحولات تصنع أيضا فرصا يمكن استغلالها. ووظيفة الإدارة في أي بلد أن تقوم بالتعامل مع هذه القضايا على أساس التبصر بالتفاصيل وإدارتها. أما إلقاؤها للانتهازية السياسية التي يظهرها وزير القوات اللبنانية وحامل حقيبة العمل في الحكومة كوميل أبو سليمان، فالأمر لا يعد توتيرا يلعب على المشاعر
ويوقظ الفتنة النائمة بضربات ثقيلة. المقلق أن الرد على عنجهية قرار وزير العمل لم يقتصر على اللاجئين الفلسطينيين، فخروج الحلفاء القدامى للثورة الفلسطينية في صيدا للتظاهر ضد قرار تنظيم العمالة الأجنبية الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين، وهذه واحدة من رسائل كثيرة يمكن أن تتبعها تحركات أخرى من قوى أكثر تأثيراً على الساحة اللبنانية. جوار لبنان مشتعل بسبب الأوضاع الجارية في سوريا مع بقاء الاضطراب على حدودها الجنوبية مع إسرائيل، بالإضافة إلى اللاعبين التقليديين الذين يعدون لبنان خانة متاحة على رقعة شطرنج المنطقة. وسيكون ختام المقالات المنتقات لهذا اليوم مع مقال منشور في الشروق الجزائرية، وفي مطلعه: تبقى معادلة الشعب هي الضرورة الاستراتيجية في التغيير، وهي السنة الثابتة من سنن الله تعالى السياسية في أي اجتماع بشري، لارتباط ذلك بالمشيئة الإلهية المتناغمة مع الإرادة الجماعية لأي مجتمع تتطلع أشواقه إلى التغيير الحقيقي، والتي تنبع من أعماق النفس البشرية ذات الرغبة الجامحة في التحرر من أغلال الماضي البئيس ومن إكراهات الحاضر المتأزم عن الحراك الجزائري، كتب ناصر حمددوش في صحيفة الشروق الجزائرية. إن تراجع البعد الشعبي للحراك يؤشر على حالة صدامية بين مكونات الحراك الشعبي نفسه ومع السلطة الفعلية صاحبة القوة والنفوذ في فرض الأمر الواقع، وإلا فإن القانون الأساسي للثورات الشعبية سيستهلكنا بالتناقض الصارخ بين الشعارات والأيديولوجيات الكبيرة وبين العجز في التعاطي مع الواقع الحقيقي والذي يجب مراعاة أبعاده المختلفة بواقعية السياسة وحكمة التغيير. الواضح أن السلطة تتعامل مع الشعب بنفاق مفضوح، فهي لا تؤمن بمطالبه ولا تعترف بها ولا تتعاطى إيجابيا معها إلا بمقدار الزخم الشعبي للحراك، وبالتالي فهي تنظر إلى مسألة التغيير حسب ميزان القوة المتوفر خلال اللحظة فقط، وبالتالي فهي تتعامل مع عالم الأشياء بالمنطق الكمي والعددي للحراك ولا تتعامل معه بعالم الأفكار المنطق النوعي والقيمي، وهو ما تظهر علاماته في التعاطي الأمني وفي المسار الأحادي والفوقي لحل الأزمة السياسية والدستورية. لقد كان الشعب غائبا ومغيبا وفي حالة استخفاف به في معادلة التغيير، فالتعاطي السلبي للسلطة مع الحراك الشعبي والذي تمثل في محاولة شيطنته والتشكيك في وطنيته ومحاولة فرض المقاربة الأمنية في مواجهته، وقد تم الهجوم على الحراك الشعبي في بداياته بخطابات تشكيكية وهجومية وعنيفة واتهامه بأنه سير نحو المجهول وأنه استجابة لنداءات مشبوهة ظاهرها الديمقراطية وباطنها جر المتظاهرين إلى مسالك غير محمودة العواقب. وبحسب حمددوش فإن كل هذه المؤشرات تؤكد على الضرورة الاستراتيجية لاستمرارية الحراك في الجزائر بطابعه السلمي وزخمه الشعبي ولمسته الجمالية والحضارية، وأن التآمر عليه هو تآمر على الجزائر ككل وعلى مستقبلها في الحريات والديمقراطية والتنمية والنهضة والحضارة. من المقالات إلى الأخبار المنوعة، والبداية بهذا الخبر، حيث يخفف الجريح الفلسطيني مهند الأسود آلامه وأوجاعه من خلال دورة سباحة تدريبية التحق بها مع 40 آخرين من زملائه الذين تعرضوا للبتر في أطرافهم نتيجة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر إلى جانب حوادث السير. وفي تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد عن إحدى برك السباحة، يقوم الأسود بتمارين يتلقاها من مدربه، وهو الذي يعاني من بتر في قدمه اليمنى نتيجة إصابة تعرض لها في مايو أيار عام 2018 خلال أحداث مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار قرب الحدود مع الأراضي المحتلة. ويقول الأسود للعربي الجديد إن التحاقه بدورة السباحة كان ملاذا لتخطي ظروف حياته الصعبة
إذ تمنحه حركات وتمرينات السباحة فرصة لتنشيط أعضائه الجسدية، فضلا عن أنها تساعده على الاندماج المجتمعي. وافتتح في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مخيم ترفيهي لبعض مبتوري الأطراف يركز بشكل أساس على تعليمهم السباحة، إضافة إلى أنشطة أخرى بهدف إخراجهم من الأجواء الصعبة التي يعيشونها. الآن إلى خبر آخر، وفيه على مدى 2000 عام ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة عالمياً. فقد توصل باحثون في دراستين جديدتين إلى أن الاحترار العالمي المستمر منذ منتصف القرن العشرين هو أول ظاهرة مناخية تمتد أثارها إلى جميع مناطق العالم خلال 1000 عام الأخيرة. وأثبت الباحثون أن جميع التغيرات المناخية السابقة التي وقعت خلال هذه الفترة مثل العصر الجليدي الصغير لم تتحول إلى ظواهر عالمية كما كان يعتقد العلماء سابقا. كما لاحظ الباحثون أن الفترات المناخية المعروفة مثل العصر الجليدي الصغير لم تبرز من خلال البيانات إلا عندما تم حساب متوسط درجات الحرارة على مدى عقود، وحتى في هذه الحالة لم يكن هناك اتجاه مناخي واحد يشمل جميع المناطق في الوقت نفسه. ووجد العلماء أن التغيرات في درجات الحرارة العالمية قبل بداية عصر التصنيع قد تأثرت بشكل رئيس بالانفجارات البركانية الكبرى، مع تأثير بسيط نسبيا للغازات الدفيئة. الآن ننتقل وإياكم إلى زاوية الكاريكاتير. مشاهدينا، بهذه الرسومات الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد صدى الأقلام هذا اليوم. نلتقيكم لاحقا، وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.